الأرواح. سيدي الرئيس، إذ مجتمع اليوم يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين الموت الوشيك، يتعرضون للحصار والقصف والتجويع على يد إسرائيل، يواجهون إبادة جماعية في إطار إبادة جماعية لإجبارهم على مغادرة شمال غزة، والأوضاع فيما تبقى من أراضي غزة مروعة، حيث نشهد مستويات غير مسبوقة من انعدام الإنسانية، ونشهد دمارا لم نشهد مثله في هذا القرن. هذا الهجوم المفتوح على الأنروا وخاصة على الأمم المتحدة وخاصة الأنروا، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة. الوكالة تقدم خدمات للملايين من الفلسطينيين في المنطقة. هذا الهجوم إذن هو جزء لا يتجزأ من محاولات إسرائيل القائمة منذ زمن لتصفية قضية فلسطين، وهو دليل على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. إسرائيل تحاول أن تتهجم على المدنيين الفلسطينيين وعلى من يحاول أن يساعدهم. هذه الأفعال جزء من الهجوم على اللاجئين الفلسطينيين لنزع مركز اللاجئين عنهم ولحرمانهم من حقوقهم. ولاية أونروا متأتية من مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة تجاه قضية فلسطين. الوكالة لا غنى عنها ولا بديل عنها اليوم أكثر من أي وقت مضى. الموظفون يجازفون بحياتهم في هذه اللحظة، إذ يحاولون الحفاظ على الولاية المقدسة، ولاية منحتها الجمعية العامة لمدة 75 عام، وهي تثق تماما في الولاية المحورية للبعثة ومسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على هذه الولاية حتى نتوصل إلى حل عادل. الأونروا تستحق دعم المجتمع الدولي كاملا. لا التشوهات ولا حملات التشهير قد غيرت ذلك ولن يتغير ذلك. سيدي الرئيس، الإبادة الجماعية لن تنتهي من تلقاء نفسها. كل دولة ممثلة هنا والأمم المتحدة ككل من واجبها أن توقف هذه الإبادة الجماعية. مئات الآلاف من الفلسطينيين يواجهون الموت الوشيك في هذه اللحظة. هل سيتخلى المجتمع الدولي عنهم؟ هل سيتخلى عن الإنسانية؟ أم سيتحرك لإنقاذهم ولاستعادة الثقة في النظام العالمي القائم على القانون الدولي؟ سيدي الرئيس، نشهد الآن حربا غير مسبوقة تشن على الأمم المتحدة. كيف يمكن لإسرائيل أن تقود هذا الهجوم ضد الأمم المتحدة في داخل هذه القاعات وعلى الأرض، ثم تطلق على نفسها اسم دولة عضو في الأمم المتحدة وتجلس في هذه القاعة الموقرة وتمارس الحقوق الناجمة عن العضوية في الأمم المتحدة مع انتهاك جميع الالتزامات؟ هذا الهجوم على الأمم المتحدة لا يمثل فقط حملة تشهير، بل له تداعيات وخيمة على الأرض. هذا الهجوم قد أدى إلى مقتل موظفي الأونروا على يد إسرائيل بأعداد لم نشهدها في تاريخ منظمتنا، وهذه الأفعال قد أدت كذلك إلى تشويه واحتجاز وتعذيب موظفي الأونروا. هذه الأفعال قد أدت إلى هجمات مستمرة بلا هوادة على مقار الأمم المتحدة، أدت إلى قتل وإصابة الآلاف من المدنيين الذين يحتمون تحت راية الأمم المتحدة. هذه الأفعال تسعى إلى تفكيك الأونروا بين الأمم المتحدة والميثاق لبقاء الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، لكرامة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، لتجنب مزيد من التقويض الاستقرار الإقليمي، لضمان احترام التزاماتنا الجماعية بموجب الميثاق وبموجب القانون الإنساني الدولي. علينا أن نتحرك بشكل حاسم وبشكل جماعي للحفاظ على الأنوى ولتمكينها من الوفاء بولاياتها ولهزيمة أي محاولات لتدمير الأنوى. نحن متحدون في هذا المسعى وندعو الجميع إلى التحرك الآن لحماية هذه الوكالة ولحماية لاجئي فلسطين، فهي مكلفة بمساعدة لاجئي فلسطين. لا غنى عن الأونروا، لابد من الدفاع عن الأونروا. الأونروا هي منظمة ممتازة، هي أفضل قصة نجاح لتعدوية الأطراف. علينا أن نحمي الأونروا، علينا أن ندافع عن الأونروا، وسنفعل. وشكرا سيدي الرئيس.